المحلل الأمني أستاذ عمر بن جانة، أهلا بك أستاذ معنا. إذن أستاذ، افتتاحية مجلة الجيش كانت واضحة خاصة من خلال المصطلحات المستعملة، ما هي بداية القراءة الصحيحة لمضمون ما جاء في افتتاحية مجلة الجيش من وجهة نظركم؟ نعم، صباح الخير سيدتي صباح الفاضلة النور. ورمضان كريم. بطبيعة الحال يعني المقال الذي أدرج في مجلة الجيش رقم 681 في شهر أبريل كان هادفا وكان واضحا جدا، وهو يتكلم عن أبواق وعن شرذمة خائنة تحاول باستعمال واستغلال الوضع الراهن خاصة في شهر رمضان الفضيل يعني زعزعة الاستقرار الجزائري ودفع نوعا ما أو بث نوعا ما أهداف غير واقعية، خاصة وعندنا مطالبات أو طلبات المجتمع هي طلبات اقتصادية واجتماعية، ليست كما يتصورون، وإنما هؤلاء هم مرضى عقول أصابتهم يعني الهلوسة، ووجودهم في مناطق أو في يحتمون بقوى خارجية معروفة بعدائها للجزائر بطبيعة الحال تدفع بهم كوسيلة أو كعناصر وظيفية من محاولة إلى المساس بالمجتمع الجزائري. نعم. طيب أستاذ بن جانة، يعني لطالما تابعنا ونتابع أنه مع اقتراب أي استحقاق انتخابي أو موعد انتخابي بالجزائر إلا وتتعالى الأصوات إن صح القول الحاقدة طبعا على الجزائر والعاملة على زرع البلبلة وسط الجزائريين، لماذا في رأيكم؟ نعم سيدتي الفاضلة، بطبيعة الحال لأن كل هذه الاستحقاقات السياسية التي تمر بها الجزائر تشكل ضربة قاسية لهؤلاء الخونة، لهؤلاء يعني الحركة كما يسمى بالدارجة عنا، يعني باستخدام هذه الاستحقاقات ومحاولة افشالها ومحاولة يعني اخراجها عن مسارها، لكن هؤلاء يعني لم يتعلموا التاريخ، هؤلاء هم خارج التاريخ، وهؤلاء هم خونة محسوبين على هذه القوى الخارجية المعروفة بعدائها للجزائر والمعروفة بطبيعة الحال بشدة العداء، ويعني كما نقول بالدارجة يعني الحقد والغيرة من الشعب الجزائري، وكل تقدم في الجزائر أو كل خطوة في الاتجاه الصحيح للجزائر تعتبر ضربة قاسية لهؤلاء الخونة ولهذه الجهات المغرضة. طيب أستاذ بن جانة، يعني هل ترون وفي نظركم هل ترون أن الحراك الشعبي والذي كان شاهدا على أولى المكاسب المحققة هو اليوم مهدد أكثر من أي وقت مضى بالنظر إلى الأطراف الساعية والعاملة كذلك على تحطيم ما حققه إلى اليوم؟ سيدتي الفاضلة، أنت محقة في هذا الطرح، خاصة وأن الإخوان في الحراك لم يتم تنظيمهم وهيكلتهم بصفة تسمح بعزل هذه الشرذمة التي تحاول ضرب الجزائر، فتم اختراق الحراك بصفة جلية، وأصبح الحراك تقريبا يخدم هذه الشرذمة التي تحاول ضرب المجتمع الجزائري، فبالتالي على هؤلاء في الحراك وهو حراك مبارك وهو حراك يمثل مطالب الشعب الجزائري أن يضع أولا الوطن نصب عيونه وأن يعزل هذه الشرذمة التي تحاول استغلال الحراك من أجل مآرب خاصة ومآرب يعني هم يناضلون من أجلها. نعم. طيب أستاذ بن جانة، كآخر سؤال، يعني بالنظر إلى هذه الجهات التي تسعى إن صح القول لزعزعة استقرار الجزائر، ألا ترى أنه الآن واجب على كل الجزائريين وكما جاء كذلك في العدد الأخير لمجلة الجيش أن يقفوا صفا متينا من أجل أن لا يصلوا وأن لا تصل هذه الجهات إلى مبتغاها؟ أختي الفاضلة، أعتقد أن المجتمع الجزائري واعي ومدرك
مدرك تماما لما يحاك ضده وما يحاولون الوصول الذهاب به الى هذه يعني الى هذه الجهات الغامضه التي قد تؤدي او تعيد الجزائر الى ما سمي بالعشريه السوداء. بالتالي اعتقد ان من يعني يجب ان يعي الشعب الجزائري والمجتمع الجزائري والشباب خاصه ان هؤلاء لا يسد لهم يعني اي يعني ذره من الحب لهذا الوطن، وبالتالي هم يحاولون ضربه بكل الوسائل. فبالتالي على المجتمع الجزائري ان يكون واعيا ومدركا لاهداف هؤلاء وماذا الى ماذا يصبون اليه، خاصة في هذه الظروف، وهي ظروف في طبيعة الحال ليست ظروف خاصة بالجزائر فقط، وإنما هو وضع دولي يعني فيه نوع من يعني نوع من النقص من ناحية الاقتصادية ومن ناحية المالية إلى غير ذلك. فبالتالي أعتقد أن الشعب الجزائري يجب أن يعي وخاصة الشباب بمآرب هؤلاء وبتوجهاتهم وبحيلهم وكيف أنهم يناورون ويستغلون كل الهفوات من أجل تفرقة الشعب الجزائري. نعم، المحلل الأمني أستاذ عمر بن جانة، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.